طبعا جالية السورية الحرة بالنمسا بعد ما ساعدت النمساويين بميلك وكريستيندوف، كان العدد كبير مشاركين من السوريين الأحرار، وطبعا أعطى انطباع كتير عند النمساويين، والصحافة كلها نشرت عنا وعن العمل التطوعي اللي عملنا فيه. وطبعا هلأ هني كرمونا بأكبر مهرجان يعني عالمي، مهرجان معروف، ونحن اللي ربحنا الجائزة، وبنهدي هاي الجائزة لكل الناس اللي ساعدوا معنا، وبنهديها لأحرار الثورة السورية جميعا. أول مرة فريق تشكيل ثورة بشارك بهيك مهرجان بيربح الجائزة، بهدي هذا لسوق الإنجاز لأهل سوريا الأحرار. نحن بالجالية السورية الحرة اليوم أخذنا جائزة العمل الإنساني، الشيء اللي قدمناه أثناء الفيضانات بالنمسا السفلى. قدمنا الخدمات نحن على أمل أنه نلاقي حدا يساعد أهلنا بالخيام بالشمال السوري. نحن أكيد عانينا من هذا الشيء، من الفيضانات والناس القاعدة بالخيام، لكن نحن ما كان عندنا حدا يساعدنا. قلنا لهم نحن ما كان عندنا، كنا متمنين حدا يساعدنا، لكن للأسف ما حدا ساعدنا. فنحن لوقت شفنا نحن الشعب النمساوي عم يتعرض للفيضان والتخريب البيوت، الشباب استنفروا وراحوا يساعدون. طبعا هذا إنجاز كبير لسوريا، نحن بنفتخر هذا الإنجاز، مو بس إنجاز شخص، إنجاز مجموعة. نحن بنفتخر إنه مطعمنا قدم مساعدة وكان جزء من هذا الإنجاز العظيم. الحقيقة نحن أتينا من هولندا، يعني شهرة هذه الجالية، الجالية السورية الحرة في النمسا وصلت إلينا، ووجهنا إليها الشكر. الشكر على ماذا؟ الشكر لرفع اسم الثورة السورية المباركة. عندما يكون هذا العمل الإنساني ينسجم مع قيم ثورتنا العظيمة فنحن نبتهج أينما كنا. نشكرهم على جهودهم فعلا التي يعني قدموها للمواطن النمساوي، وهذا يعني يعبر عن عنفوان وقوة، ويعني هذا المواطن السوري الذي تضافر جهوده مع النمساويين في إنقاذهم، في الوقوف في محنتهم، يحق لهم أن يكونوا مرفوعي الرأس فعلا. وهذا من مكتسبات الثورة السورية المباركة التي يعني جمعتنا جميعا كسوريين. جئنا من هولندا إلى النمسا، جئنا لنفرح معهم، جئنا لنقول لهم أيضا شكرا كما شكرتهم البلدية في فيينا في هذا اليوم. صراحة نحن يوم اللي طلعنا شاركنا بالأنقاذ بأثناء الفيضانات ما كنا ناطرين حتى يقولوا لنا شكرا، فقط نحن شاركنا لأنه كنا عايشين نفس الإحساس اللي كنا عايشينه بسوريا أثناء القصف والتدمير. نهدي هذا التكريم لإخواننا في إدلب وحلب وأرياف حماة المتحررة. بإذن الله النصر قادم لسوريا كاملةً.